ماشي النور خوتنا ان شاء الله كاع راكم بيا. انا والله الحق يقال راني فري الحمد لله راني بيا ابار كوبا السوفاجا ولي بات لي بات هذوما تاع الشجعان هذوما لي بات كاري تاع الشجعان لي زونزيان خوتي يعطيكم الصحه كاع اللي وقفتوا معايا الدعم تاعكم انكرويابل ما يدخلش في العقل. كنت في الحبس المحابس لي دخلوا جدد يقولوا لي بلي الشاب برا المتابعين ديالك راهم خاربين الدنيا عليك. تسمى نشكركم والاولى ثاني في شكرهم العائله تاعي الاب تاعي الام تاعي والاخت تاعي اللي كانوا شغل جنود. هذه الصفه الوحيده اللي نقدر نوصفهم بها جنود بمعنى الكلمه. في الصف الاول كانوا في ماراطون يجروا لمده 7 اشهر هما يجروا بالك واش سفروا هما اكثر من سفريت انايا. وثاني فبا نساو انا انسان بالك الحاجه اللي بانت شغل المغزى تاع كاع واش صرا حاجه الاولى انه ابتلاء تاع ربي ما عندنا ما نديرو. ربي يحب تكون في السجن في سيلونا لمده 7 اشهر كيما يبعثك للحبس ويدير لك امتحان صعيب يبعث لك الصبر معاه. في حالتي هذا واش صرا ربي ابتلاني ابتلاء صعيب وبعث لي معاه الصبر تما نقولوا الحمد لله. وثاني العزيز الغالي حبيبي حبيبي كان واقف برا مرحبا صح انا اونسوم انا لابسين ها واش نقول لكم بنفساجي شنو من بعد نقول لك لا لا نقول لك شوف واحد خرج من الحبس الوسواس دخل خداك عبدو ما تخلاك ما تخلاكش لا طايل صابون